شكرا. نقول لك على المقابله اللي كانت صعيبه، نشوفوا فريق الوداد في اسفل الترتيب اللي ما كان خاسر والو، كان لاعب معنا كما خاسر والو، المهم شفتوا الميطه الاولى خرجينا واحد بحمراء، كنا خاسرين بواحد، كما شفتوا ضيعوا بيلانتي، كانت الميطه الاولى غادي يسالوا جوج زيرو، والميطه الثانيه واخا نقص العدد اللي خرجينا واحد بحمراء، المدرب ديالنا سي ابرامي حسن ابرامي عرف يقلب المباريات بشونجمون اللي دار، والحمد لله الفوز شويه دخلنا شويه. كان دا صعيبه كما تشوف اللاعبين ناقصين بواحد، كما تشوف صعيبه القضيه، وكنا نسالوا في الميطه الاولى الحكم ما هضرش على التحكيم، ولكن المهم هو الربح.